السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في فيديو جديد من شرح مادة إدارة 2. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نبلش في طريقة اللينير سكيدجولينج ميثود. سابقا تحدثنا في مادة الميد عن الاستيميتنج ديوريشن، بعدين تحدثنا عن ريسك مانجمنت، بعدين شفنا بيرت ميثود ومونتي كاردو ميثود، وكل هذه الطرق كانت تقوم على الديوريشن نفسه للأكتيفيتي، ونعمل سكيدجولينج للأكتيفيتي وبدون يعني أي تغييرات على السكيدجول. الآن اليوم نيجي نتحدث عن لينير سكيدجولينج ميثود، وبكل بساطة هاي الطريقة راح نيجي نطبقها على مجموعة من الاكتيفيتيز اللي راح تكون متتالية ومرتبطة لينيرلي مع بعضها، تمام؟ فأنا يعني بأي سكيدجول عندي ممكن أطبق اللينير سكيدجولينج ميثود. طيب هذه الطريقة تطبق على علاقات الستارت تو ستارت والفينش تو فينش. طيب عشان تيجي تفهمها تعال نيجي نعطيك المثال التالي. طيب المثال التالي بيحكي لك إنه هاي الخطوات لعمل مشروع لتمديد مواسير صرف صحي، تمام؟ طيب هسا أنت عشان تمدد المواسير بكل بساطة أنت أول شيء بتعمل اكسكافيشن، بتيجي بتعمل الحفر، بعد ما تعمل الحفر بتيجي تعمل سب بيز، تيجي يعني انه بتفرش حصمه ايوه في الحفر الموجوده عندك، بعدين بتيجي تعمل بايب لاي اوت، بتمد البايبات، بعدين بتيجي بتعمل باك فيلينج، بتردم، واخر شيء بتعمل كومباكتنج اللي بتدمك فوق الردم اللي انت ردمته. طيب الان هنا اجينا حكينا الاكسكافيشن مثلا مدته 4 ايام، الصب بيز 7 ايام، البايب لاي اوت 5 ايام، والباك فيلينج يومين، والكومباكتنج 4 ايام. طيب لو اجينا بدنا نيجي نحسب مثلا الايرلي كالكوليشنز لهي الاكتيفيتي على اعتبار انه العلاقات بيناتهم كلياتها ستارت تو ستارت زائد 1، تمام؟ طيب طبعا زي ما حكينا start to start و finish to finish هني اللي رح نشتغل عليهم بس باللينير سكيدجولينج ميثود. طيب بالنسبة للإكسكافيشن ببلش من صفر بنتهي عند 4. طيب بالنسبة للصب بيز والله العلاقة start to start، فباخذ الستارت من هون بزيد له اللاج وبعدين بحطه هون، فبطلع عندي 1 1 زائد 7 8، بعدين باجي بقول start to start زائد 1، يعني باخذ هذا الستارت 1 بضيف له لاج 1 بطلع عندي 2، هاي بداية البايب لاي اوت، زائد 5 بتصير عندي 7، والاثنين هاي بضيف لها 1 فبتصير 3، 3 زائد 2 بتعطيني 5، بعد هيك 3 زائد 1 اللي هي اللاج الموجودة هنا 4، 4 زائد 4 بعطيني 8. طيب الآن بهذا السكيجول في عندي راح يكون مشكلة. وين المشكلة الموجودة عندي؟ المشكلة الموجودة عندي هي انه لاحظ الصب بيز والبايب لاي اوت، البايب لاي اوت بنتهي باليوم السابع، تمام؟ اما بالنسبة للصب بيز فهو بنتهي باليوم الثامن. طيب وهاي مشكلة، كيف مشكلة؟ طيب هل يجوز فعليا انك انت تنهي البايب لاي اوت، تنهي تمديد المواسير وانت بعدك مش فارش الحصمة بالحفر الموجودة عندك؟ هذا الاشي مستحيل، يعني انت منطقيا واقعيا لازم انت تيجي تفرش الحصمة بعدين تيجي تحط فوقها البايب، البايبز الموجودة عندك عشان تعمل بايب لاي اوت، ايوه. وانما انك تنهي البايب لاي اوت فقبل فرش الحصمة هذا شيء مستحيل واقعيا ومستحيل منطقيا، فانت ما بتقدر تعمله، تمام؟ لانه لازم انت يعني تفرش الحصمة بعدين تيجي تعمل بايب لاي اوت، تفرش بعدين تيجي، يعني ممكن ينتهوا الاثنتين سوا بس مش ممكن البايب لاي اوت تنتهي قبل الصب بيز، صح؟ طيب صح. طب هاي المشكله كيف بدنا نيجي نحلها؟ ايوه، فهون بيجي طريقه ال اس ام او لينير سكيدجولينج ميثود، وبتيجي بتحل لك زي هيك مشاكل موجوده عندك بالسكيدجول. طيب بس فعليا قبل ما يعني نيجي لطريقه الاقسام في ملاحظه حاب احكيها، واللي هي ملاحظه الستارت ستارت والفينش تو فينش. هاي العلاقات لازم تفهم معناها، بحيث انه الستارت ستارت معناها انه بتبدا، يعني عشان تبدا الاكتيفيتي الثانيه لازم تكون الاكتيفيتي الاولى مبلشه، اما بالنسبه للفينش تو فينش عشان انهي الاكتيفيتي الثانيه لازم اكون انهيت الاكتيفيتي الاولى، تمام؟ طيب تمام. اي ولاحظ بس كمان ايضا على علاقه الستارت ستارت انها ما بتهتم بالفينش للاكتيفيتي الثانيه متى بكون، سواء قبل الاكتيفيتي الاولى ولا بعدها. لاجل هيك هون صار في عندي مشكله بالبايب لاي اوت والصب بيز. وبالنسبه للفينش تو فينش ايوه ما بتهتم متى بتبلش الاكتيفيتي الثانيه، ايوه سواء بتبلش قبل الاكتيفيتي الاولى ولا بعدها، فراح يعمل لي مشكله لو كانت البايب لاي اوت برضه بتبلش قبل الصب بيز، هذا الشيء مستحيل، تمام؟ فلازم البايب لاي اوت تبلش بعد الصب بيز وتنتهي مع الصب بيز او بعدها بشوي، تمام؟ طيب تمام. فهنا بيجي طريقه ال اس ام. طيب طريقه ال اس ام تحكي لك بكل بساطة في البداية انت لازم تعرف ترسم رسمة ال اس ام. ايش رسمة ال اس ام؟ انك تيجي ترسم الكوانتيتي على الواي اكسس والتايم على الاكس اكسس، بعدين تيجي تحط الاكتيفيتيز الموجودة عندك ترسمها على شكل خطوط مستقيمة، بحيث لو بدي ارسم الاكسكافيشن، الاكسكافيشن كان يبلش والله من يوم صفر وينتهي عند يوم 4، تمام؟ فباجي بحكي انه ببلش من صفر وينتهي عند 4، والكوانتيتي اذا ما كانت معروفة بحط قيمتها 1، اما اذا كانت معروفة بالسؤال بحط القيمة اللي اعطاني اياها.
طيب فبيجي بعدين الاكسكافيشن، بطلع خط من عند الصفر وصفر لعند الأربعة وواحد، هذا هو الاكسكافيشن. أربعة وواحد معناها إنه أنا على نهاية اليوم الرابع بكون أنا استهلكت كل كوانتيتي الموجودة عندي، أو يعني حفرت الكمية المناسبة اللي أنا بدي إياها، تمام؟ فهي هون الفكرة، الفكرة إنه أنا مع نهاية الأكتيفيتي بكون استهلكت كل كوانتيتي اللي أعطاني إياها السؤال، تمام؟ طيب لو إجينا رسمنا الصب بيز، راح نرسمها من يوم واحد ليوم ثمانية، أيوة بالنسبة للبايب لاي أوت من يوم اثنين ليوم سبعة، صح؟ لاحظ إنه البايب لاي أوت الخطة راح يكون فوق الصب بيز، وهذا معناه إنه البايب لاي أوت لاحظ هي هون انتهت قبل الصب بيز، وهذا الإشي غلط زي ما حكينا، وهذا هو الإشي اللي بدنا نعالجه بالال اس ام، تمام؟ فمبدئيا اعرف ارسم كيف بدي اعرف ارسم الال اس ام دياجرام، بعد هيك خلينا نيجي نشوف كيف الال اس ام راح تحل هاي المشكله انه البايب لاي اوت جايه فوق الصب بيز، وهذا الإشي غلط، تمام؟ طيب اجتك الال اس ام وحكت لك التالي، لو كان عندي اكتيفيتي اي واكتيفيتي بي، تمام؟ Activity A و Activity B هذول الثنتين لهم يعني نفس المشكلة تاعت الـ Pipe Layout وتاعت الـ Subbase. طيب كيف الآن أنا بدي أجي أحلها؟ قال لك باجي بفترض أنه الـ Activity A والـ Activity B بتنتهي عند نفس النقطة، تمام؟ فإذا هم بنتهوا عند نفس الـ Duration، وبناء على هذا الكلام فإن الـ Duration B، أيوة طبعاً B بتبلش بعد A، أيوة وبتنتهي مع A، تمام؟ طيب فإن الـ Duration B هي المسافة من هون لهون، هاي بنسميها المسافة Duration B، تمام؟ تي بي. اما بالنسبه للديوريشن ايه فهي بتكون المسافه من هون لهون، صح؟ لعند نهايه ايه، فبالتالي هاي ديوريشن ايه اللي هي تي ايه. طيب حاصل طرح تي ايه من تي بي راح يكون التايم بفر، ايش بنسميه تايم بفر. هذا التايم بفر من خلاله انا راح اقدر احصل سكيجول يكون يعني منطبق على الشروط اللي انا بدي اياها، يعني راح اقدر احصل انه البايب لاي اوت تنتهي والله بعد الصب بيس، تمام؟ طيب تمام. طيب التايم بفر بكل بساطة هو عبارة عن duration A ناقص duration B، بس هيك بكل بساطة. فأنا عندي duration activity A ناقص duration activity B، بس بشرط هذا الإشي يكون العلاقة بيناتهم start to start، تمام؟ فإذا لازم تكون العلاقة start to start حتى أجي أحكي التايم بفر بيساوي duration A ناقص duration B. طيب لو كانت finish to finish، ما هن علاقتين اللي بشتغل عليهن هنا، هن start to start و finish to finish. طيب start to start عرفناها، طب finish to finish شو بتكون؟ بتكون بالعكس، يعني باجي بقول duration B ناقص duration A، تمام؟ طيب تمام. فإذا التايم بفر هنا ملخص الحكي إنه التايم بفر بالستارت تو ستارت ديوريشن A ناقص ديوريشن B، يعني ديوريشن اللي قبل ناقص ديوريشن اللي بعد، ديوريشن بيفور ناقص ديوريشن آفتر، ديوريشن الأكتيفيتي اللي قبل أنا حطيتها اللي هي A ناقص ديوريشن الأكتيفيتي اللي بعد اللي هي B، تمام؟ هذا معنى إذا كانت ستارت تو ستارت. أما إذا كانت فينش تو فينش فمعنى التايم بفر بيكون ديوريشن اللي بعد ناقص ديوريشن اللي قبل، ديوريشن B ناقص ديوريشن A، ولا تغيرهم أو تعكس لانه التايم بفر هيك انا بطلعه وقيمته راح تكون مهمه بالنسبه لي. طيب الان قيمه التايم بفر شو ممكن تطلع معك؟ ممكن تطلع معك سالبه، هون مباشره بتخليها صفر، بتصفرها، تمام؟ واذا كانت زيرو اصلا هي زيرو، اما اذا كانت بوزيتيف، تمام، فباجي باخذها بعين الاعتبار وباخذها بالكالكوليشنز عندي. طيب كيف التايم بفر راح ياثر على الكالكوليشن؟ هو فعليا راح ياثر على قيمه الايرلي ستارت او الايرلي فينش، تمام، حسب انا اذا العلاقه عندي ستارت تو ستارت او فينش تو فينش. تعال نرجع لمثالنا فوق ونوضح هاي الفكره. طيب لو اجينا هون بدنا نطلع التايم بفر بين بايب لاي اوت وبين الصب بيس، طيب باجي بحكي والله التايم بفر بين البايب لاي اوت والصب بيس بيساوي ديوريشن اللي قبل ناقص اللي بعد، ليش؟ لان العلاقه ستارت تو ستارت، تمام؟ طيب فبالتالي ديوريشن الصب بيس يعني ناقص ديوريشن البايب لاي اوت، يعني 7 ناقص 5 شو بتساوي عندي؟ 2، فهاي الاثنين هي عباره عن التايم بفر. طيب برضه هذا التايم بفر انا بجيبه من البدايه اصلا، فلازم اجيب التايم بفر بين الاكسكافيشن والصب بيس، فلو اجيت بدي اجيب وباجي بحكي انه هو عباره عن 4 ناقص 7، تمام؟ فباجي بحكي 4 ناقص 7 ديوريشن اللي قبل ناقص اللي بعد، لانه العلاقه ستارت تو ستارت، فبيساوي هذا سالب 3، فهنا باجي بحكي انه صفر، تمام؟ مباشره. طيب فالتايم بفر هنا صفر، معناته ما راح ياثر على الكالكوليشن، بس هو كيف بيدخل على الكالكوليشن؟ بيدخل على الكالكوليشن على حسابات الايرلي، بعامل التايم بفر زيه زي اللاج، تمام؟ زي اللاج، مش اللاج انا باجي بضيفها على الايرلي ستارت او بضيفها على الايرلي فينش، نفس الشيء التايم بفر بضيفه مع اللاج، تمام؟ تمام، طيب كيف؟ يعني باجي هنا والله بحكي الايرلي ستارت للصب بيز، ايوه راح تكون ايرلي ستارت لاكسكافيشن زائد اللاج اللي موجود عندي زائد التايم بفر، فباجي بقول صفر زائد واحد زائد التايم بفر اللي هو كم؟
القدم صفر تمام، فبالتالي هون بتيجي بتطلع واحد. طيب ممتاز. بالنسبة للإير دي ستارت، لو بدي أجيب إير دي ستارت هسه للبايب لاي أوت، باجي بحكي اللي هو الإير دي ستارت للصب بيز، بعد ما أقول الإير دي ستارت للصب بيز بجمع له اللاج وبجمع له إيش البفرنج تايم اللي هو 2 تمام. فبيجي بحكي لي 1 + 1 + 2 فبتصير عندي 4 ماشي، فهي بتصير 4، 4 + 5 بتعطيني 9، ولو جينا هون قلنا 1 + 7 = 8، فلاحظ انه انحلت المشكلة، هاي صارت هون 9، فإذا هاي هون صارت 9. طيب هاي 9 أيوة أكبر من 8، معنى هذا الكلام انه البايب لاي اوت صارت تخلص بعد الصب بيس تمام. هيك انا حليت المشكلة، بس إذا الموضوع بسيط طلع البفرنج تايم، بعدين روح احسب حسابات الايردي كالكوليشن، الايردي كالكوليشنز اللي هن ايردي ستارت وايردي فينيش أيوة بناء على العلاقة الموجودة عندك تمام. تمام، والتايم بفر بس بعامله معاملة اللاج، يعني بضيفه كلاج بس. طبعا اللاج ملاحظة مهمة بتاخذها بإشارتها دائما، أما التايم بفر إذا كانت إشارته سالبة بحطه صفر تمام. طيب نيجي الآن نأخذ بعض الأسئلة على طريقة الـ LSM عشان نفهم الموضوع بشكل أكبر. طيب فبحكي لك الاكزامبل الاول، استخدم ال LSM schedule the following. طيب هون طبعا بحكي لك بس يعني تكمل السؤال، انه افترض انه كل العلاقات start to start زائد واحد تمام. طيب فاذا هون كل علاقات start to start زائد واحد بعطيك ال activity A B C D E، معطيك ال preceding activity ال A ما بتعتمد على شيء، ال B بتعتمد على A وال C بتعتمد على B وال D بتعتمد على C وال E بتعتمد على D. طيب معطيك ال quantity ومعطيك ال production rate عشان نطلع منهن إيش ال duration، فال duration أنا باجي بطلعها. طبعا ال production rate معطيك إياه بوحدة time على متر مربع، معطيك إياه day على متر مربع، أما بالنسبة لل quantity في وحدة متر مربع، فباجي بضربهم في بعض، حاصل ضربهم راح يعطيني ال duration تمام. لو كانت ال production rate وحدة متر مربع على day، باجي بقسم ال quantity على ال production rate، وهذا الإشي حكيناه سابقا في أول فيديو تمام. طيب نيجي نكمل الكوانتيتي ضرب البرودكشن ريت، فباجي بضرب الكوانتيتي طبعا لهم كلياتهم 200 معطيني اياها، اما البرودكشن ريت فمعطيني اياها مره 0.02 مره 0.05، المهم باجي بضرب 200 في 0.02 تعطيني 4، 200 في 0.05 بتعطيني 10، 200 في 0.04 تعطيني 8، 200 في 0.09 تعطيني 1.8، بقربها للاكبر وهذا اللي حكينا عنه سابقا، فباخذ 2 ايوه 200 ضرب 0.02 تعطيني 4. وهيك انا طلعت الديوريشن لكل اكتيفيتي. الان من خلال الديوريشن لكل اكتيفيتي بروح بطلع التايم بفر على السريع. طيب كيف بدي اجي اطلع التايم بفر؟ باجي بحكي هون العلاقات ايش ستارت تو ستارت، معناته انا معناته هون التايم بفر شو بده يكون؟ الديوريشن للبيفور ناقص الديوريشن الافتر، الديوريشن الاكتيفيتي اللي قبل ناقص الديوريشن الاكتيفيتي اللي بعد، فبالتالي هون الديوريشن بيفور خلينا نحكي ناقص الديوريشن افتر تمام. تمام، فهذا هو التايم بفر او البفرنج تايم. فباجي بحكي له بكل بساطه الاكتيفيتي A ما لها بفرنج تايم لان هي اول اكتيفيتي ما في شيء قبليها، اما بالنسبه لبي فهي كانت تعتمد على A، فبالتالي هي ديوريشن A ناقص ديوريشن B، يعني 4 ناقص 10 قديش طلعت؟ سالب 6. لو انك عكستهم بتصير 10 ناقص 4 6، فبصير يعني في عندي تايم بفر، بس ما دامك ما عكستهم وحليتهم صح تطلع عندك سالب 6، يعني التايم بفر هنا صفر تمام. لذلك انتبه ولا تعكس، انتبه ولا تعكسهم، خذهم بالطريقة الصحيحة. إذا كانت finish to finish بأخذ اللي بعد ناقص اللي قبل، أما إذا كانت start to start بأخذ اللي قبل ناقص اللي بعد. هذا هو الفرق بس بين العلاقتين، بس هيك بفرقن تمام. طيب نيجي للسي، السي كانت تعتمد على بي، وبالتالي باجي بقول duration بي ناقص duration سي، 10 ناقص 8 موجب 2 طلعت عندي. طيب بالنسبة للدي، الدي كانت تعتمد على سي، فبالتالي باجي بقول duration سي ناقص duration دي، 8 ناقص 2 بتطلع موجب 6. وأخيرا duration إي كانت تعتمد على دي، فباجي بقول duration دي ناقص duration E اللي هي بتطلع عندي سالب 2، فباجي بصفرها. بعد ما طلعت التايم بفر بروح بطلع الايردي ستارت والايردي فينش. طب هون العلاقه عندي ستارت تو ستارت، يعني انا راح اجي اقول انه الايردي ستارت في العلاقات اذا بتكون ستارت تو ستارت معناته الايردي ستارت بتكون الايردي ستارت الاكتيفيتي اللي قبلها او اللي بتعتمد عليها، زائد اللاج الموجوده بيناتهم، زائد البفرنج تايم تمام. فالبفرنج تايم باجي بضيفه مع اللاج بس. طيب الاير دي فينيش، الاير دي فينيش بتكون اير دي ستارت زائد الديوريشن. طب لو العلاقه كانت فينيش تو فينيش بروح بطلع الاير دي فينيش بعلاقه الفينيش تو فينيش، لانه باجي بروح بطلع انا ايش لو يعني كان هون عندي تو اكتيفيتي علاقه بيناتهم فينيش تو فينيش، فباجي بقول هاي زائد اللاج اذا كان في هون لاج، زائد التايم بفر وبحطه هون على الاير دي فينيش تمام. فالير دي فينش بكون الير دي فينش بيفور للاكتيفيتي اللي قبل، زائد اللاج زائد البفرنج تايم، اما بالنسبه للير دي ستارت فبكون الير دي فينش ناقص الديوريشن تمام. طيب هون العلاقات عندي ستارت تو ستارت، فراح اشتغل على هاي القوانين، فهاي القوانين يعني افهمها ما تحفظها بكون اريح لك تمام. طيب فنيجي نحكي الاكتيفيتي عندي A B C D E، معطيني الديوريشن زي ما حكينا وطلعنا البفرنج تايم لكل واحد منهم، هاي 0 هاي 0 هاي 2 هاي 6 هاي 0. طيب باجي ببلش بالير دي ستارت، اول شيء ببلش بA، الير دي ستارت لها 0
الايرلي فينش راح يكون 4، 0 زائد 4 بيساوي 4، تمام؟ طيب بالنسبه للبي، البي بتساوي ايرلي ستارت للاكتيفيتي اللي قبل، مين الاكتيفيتي اللي قبليها؟ اللي هي ايه، فايرلي ستارت ايه اللي هو 0 زائد اللاج بيناتهم كلهم اللاج بيناتهم 1، لانه العلاقه عندي ستارت وستارت زائد 1، تمام؟ ممكن طبعا هون تضيف لك خانه، تحط خانه الريليشن، ايوه هو بكون او بتكون معطاه معك بالسؤال او بالامتحان، تمام؟ فبتيجي هون يعني بكون حاط لك العلاقات هون ستارت ستارت زائد، طبعا هون ما في علاقه، هون ستارت ستارت زائد 1، هون ستارت ستارت زائد 1، وهون ستارت ستارت زائد 1، وهون ستارت ستارت زائد 1، تمام؟ طيب تمام، فباجي بحكي والله 0 زائد اللاج زائد البفرنج تايم كمان عندي هون 0، فبطلع قديش؟ الجواب 1، 1 زائد الديوريشن 10 يعني 11، هاي الايرلي فينش. طب بالنسبه لسي، سي كانت تعتمد على بي، فباجي باخذ ايرلي ستارت بي، ايرلي ستارت بي هو 1، ف1 زائد اللاج بيناتهم هي 1 زائد البفرنج تايم لسي اللي هو عباره عن 2، فبيطلع عندي الايرلي ستارت لسي هو 4، 4 زائد 8 بيطلع عندي 12، تمام؟ اللي هو الايرلي فينش. طيب بالنسبه لدي كانت تعتمد على سي، فباخذ ايرلي ستارت سي اللي هو 4، بضيف عليه اللاج وبضيف عليه البفرنج تايم اللي هو 6، وبطلع عندي 11، و11 بضيف عليها 2 للديوريشن بتطلع عندي 13. اخر شيء بالنسبه للاي، الاي كانت تعتمد على دي، وبالتالي باجي بقول ايرلي ستارت لدي اللي هي 11 زائد اللاج 1 زائد البفرنج تايم اللي هو 0 بعطيني 12، و12 زائد 4 بعطيني 16، وهيك مده المشروع قديش صارت؟ 16 يوم، تمام؟ فاذا مده المشروع عندي اصبحت 16 يوما. طيب ماشي، ايوه بناء على هذا الكلام باجي بقدر ارسم رسمه البفرنج تايم. طبعا احنا هون رسمنا رسمه السكيدجول، طيب نيجي نرسم رسمه البفر، هاي رسمه البفرنج او رسمه ال اس ام زي ما بدك سميها. طبعا لاحظ ولا خط بيجي فوق الثاني، كل خطوط تيجي تحت بعضها ماشي. فبالتالي اول شيء ايه، بتبلش بصفر وبتنتهي بأربعة، فهي رسمناها، والكوانتيتي انتبهنا هون 200 مش 1، هو اعطاك اياها، تمام؟ طيب بالنسبه لبي بتبلش من 1 وبتنتهي عند 11، فبالتالي هي هون البي، بعدين السي بتبلش من 4 وبتنتهي عند 12، هاي السي، بالنسبه لدي بتبلش من 11 وبتنتهي عند 13، هاي دي، واي اخيرا بتبلش من 12 وبتنتهي عند 16، هاي رسمناهم كلياتهم، وهيك بنكون كملنا حل سؤال ال اس ام، تمام؟ طيب نيجي ناخذ مثال اخر عليه، بس قبل المثال الاخر في سؤال مهم، احنا ليش هون بس درسنا الفينش تو فينش والستارت تو ستارت؟ ليش ما ندرس الفينش تو ستارت والستارت تو فينش؟ هاي العلاقات ليش ما ندرسها بالال اس ام؟ بحكي لك هاي العلاقات ما بتحتاج ال اس ام، ليش؟ لانه الفينش تو ستارت اصلا معناها انه انا انهي الاكتيفيتي الاولى عشان ابلش بالاكتيفيتي الثانيه، فبالتالي انا بكون اصلا انهيت الاكتيفيتي الاولى عشان ابلش بالثانيه، يعني مش انه انا بلشت فيهم سوا او بلشت او يعني انا ما بعرف متى بنهيهم، تمام؟ او انهم ممكن ينتهوا مع بعض، او ممكن الاكتيفيتي الثانيه تنتهي قبل الاولى، لا مستحيل، بالفينش تو ستارت الاكتيفيتي الاولى تكون منتهيه بعدين تبلش الاكتيفيتي الثانيه، تمام؟ لاجل هيك هي ما بتحتاج ال اس ام. طب الستارت تو فينش، الستارت تو فينش بقول لك انا بنهي الاكتيفيتي الثانيه، ايوه، وبعد ما ابلش بالاكتيفيتي الاولى، تمام؟ فبالتالي انا بكون بلشت بالاكتيفيتي الاولى بعدين بنهي الاكتيفيتي الثانيه. طيب هذا الكلام شو معناه؟ معناه انه الاكتيفيتي الثانيه اصلا انتهت وخلصت وانا توني بلشت بالاولى، يعني الاكتيفيتي الثانيه معنى هذا الكلام انها ما بتعتمد نهايتها على الاكتيفيتي الاولى، ما مش اصلا مش مقرونات مع بعض، تمام؟ فبالتالي لا، انه الاكتيفيتي الاولى بس بتبلش بعد نهايه الاكتيفيتي، او يعني مع نهايه، او عشان تنتهي الاكتيفيتي الثانيه بتبلش الاكتيفيتي الاولى، تمام؟ بس هاي هي الفكره. فبالستارت تو فينش اصلا بكون في واحد انتهت، ايوه اللي هي الثانيه، وبعدين بتبلش الاولى، اما بالنسبه للفينش تو ستارت بتكون انتهت الاولى بعدين بلشت الثانيه، وهذا الاشي معناه انه انا في عندي واحد من الاكتيفيتيز بتكون انتهت اصلا، ايوه عشان ابلش بالثانيه في علاقات الفينش تو ستارت والستارت تو فينش. فبالتالي ال اس ام ما راح يشتغل هون، تمام؟ ال اس ام بس بيشتغل على علاقه الستارت تو ستارت، لانه الستارت تو ستارت فيها مشكله مع الفينش، صح؟ لانه الستارت تو ستارت ما بتحدد لك متى في فينش، ما بتحدد لك وين الفينش، بس هي بتحدد لك انه والله الاكتيفيتي الاولى بتبلش بعديها بتبلش الاكتيفيتي الثانيه بس، اما ما بتحدد لك انه الاكتيفيتي الثانيه والله انتهت قبل الاولى بعد الاولى، ما بتحدد هذا الشيء. لاجل هيك بيجي ال اس ام وبيحل لك هاي المشكله. اما بالنسبه لعلاقه الفينش تو فينش، احنا قلنا عشان تنتهي الاكتيفيتي الثانيه لازم الاكتيفيتي الاولى تكون منتهيه، هيك معناها. طيب معنى هذا الكلام انه الستارت او البدايه في علاقه الفينش تو فينش مش مهمه، يعني ايش مش مهمه؟ يعني انه ممكن الاكتيفيتي الثانيه تبلش قبل الاولى، وهذا الشيء غلط. فبالتالي مين اللي بيجي بيحله؟ ال اس ام. طبعا متى بكون غلط؟ في حال انه مثلا يعني كانت الاكتيفيتي الثانيه ما بصير تنتهي قبل الاكتيفيتي الاولى، طبعا هذا الشيء ممكن يصير في يعني مشاريع ثانيه، بس المشروع زي البايب لاي اوت ومشروع تمديد المواسير
اكتيفيتيز اللي حكينا عنها يعني ما كان يزبط تمام. فلاجل هيك احنا بس هون بندرس ستارت تو ستارت وفينش تو فينش. اما بالنسبه للعلاقات الفينش تو ستارت والستارت تو فينش مش محتاجه ال اس ام، لاجل هيك ما بتكون موجوده من ضمن طريقه ال اس ام. طيب نيجي نكمل وناخذ لنا كمان مثالين. بحكي لك المثال الثاني، شوف هاي الاكتيفيتيز الموجوده عندك، هاي اي بي سي دي. البريسيدنج اكتيفيتي اي ما بتعتمد على شيء، بي بتعتمد على اي، وسي بتعتمد على اي، ودي بتعتمد على بي وسي. طبعا انتبه للبريسيدنج اكتيفيتي لانه ممكن يعني مثلا المثال السابق كان يعتمدن على بعض، بس هنا لا، السي ما اجت تعتمد على دي، اجت السي تعتمد على اي تمام، وهذا الشيء راح يغير في الحل تمام. الريليشن شيب بيناتهم كلياتهم ستارت وستارت زائد واحد. طيب بالنسبه للديوريشن، الديوريشن والله 7 4 3 2 هاي معطاه معك. نيجي للبفرنج تايم، خليني نجي نطلعه هون. طيب كيف اطلع البفرنج تايم؟ باجي بحكي والله العلاقه ستارت وستارت، معناته باجي بقول الديوريشن اللي قبل ناقص الديوريشن اللي بعد. الديوريشن اللي قبل بالنسبه لاي طبعا ما لها بفرنج تايم، بالنسبه لبي لها بفرنج تايم، وهي الديوريشن اللي قبليها. مين اللي قبل بي؟ هي اي، هي هون موجوده. فباجي بحكي ديوريشن اي ناقص ديوريشن بي. ديوريشن اي هي 7 ناقص ديوريشن بي هي 4، فسبعة ناقص 4 موجب 3 تمام. طيب بالنسبة لسي، سي البفرنج تايم لها بكون الديوريشن اللي قبلها. مين اللي قبلها؟ A. طب اللي قبلها A معناته بطرح ديوريشنها من سي، فباجي بطرح 7 من 3، فباجي بحكي 7 ناقص 3 تطلع موجب 4 تمام. طيب بالنسبة لدي، ايوه دي اللي قبلها في عندي بي وفي عندي سي، فبطلع لها تو بفرنج تايم عادي ما في مشكلة. طيب فباجي بطلع البفرنج تايم لدي من بي، باجي بحكي ديوريشن بي ناقص ديوريشن دي. ديوريشن بي اللي هو عبارة عن 4 ناقص ديوريشن دي اللي هو 2، 4 ناقص 2 اللي هو 2. وبالنسبة لسي، ديوريشن سي ناقص ديوريشن دي، فبعطيني كمان بفرنج تايم عندي وهو عبارة عن 3 ناقص 2، فبطلع عندي موجب 1. بعد ما طلعنا البفرنج تايم مباشرة باجي بدي احسب الايرلي كالكوليشن. طبعا هاي الرسمة يعني هون رسمنا سكيدجول مبدئي عشان نبين لك والله كيف العلاقات موجودة. طبعا رسمة السكيدجول هاي مش مهمة، اهم شيء رسمة ال اس ام اخر رسمة تمام. طيب بس في ملاحظة سريعة، في ناس طبعا ما بتحب مثلا تيجي تاخذ يعني انه كل السكيدجول هذا مع بعضه، في ناس بتيجي بتحب تقول لك انا بدي اخذ المسار اي بي دي اطلع له جدول لحاله، واخذ مسار الاي سي دي اطلع له جدول لحاله. طبعا انا هذا الشيء ما بفضله، بفضل انك تشتغل على الجدول مباشرة زي ما اشتغلنا هون تمام، اريح لك واسرع لك، يعني بدل ما تعمل جدولين تعمل جدول واحد فقط تمام. طيب تمام، نيجي نكمل هسه. نيجي نحسب حسابات الايرلي ستارت والايرلي فينش. طبعا احنا هون شو بنشتغل؟ ستارت تو ستارت. فباجي بحكي له الايرلي ستارت بتساوي الايرلي ستارت اللي قبلها زائد اللاج الموجوده زائد البفرنج تايم بضيفه مع اللاج. اما الايرلي فينش فباجي بحكي عباره عن الايرلي ستارت زائد الديوريشن الموجوده عندي. طيب فاي هون اجينا حطينا الاكتيفيتيز، حطينا الاي بي اي، حطينا الديوريشن، حطينا البفرنج تايم، بعدين نيجي نحسب الايرلي ستارت والايرلي فينش. طيب بالنسبه للايرلي ستارت فباجي بحكي له بكل بساطه اي بتبلش من صفر. طيب ومتى بتنتهي؟ بعد الديوريشن 7 ايام، معناته بتنتهي عند ايرلي فينش 7. طيب بالنسبه للبي، البي كانت تعتمد على اي صح، فبالتالي بقول هي ايرلي ستارت لاي. ايرلي ستارت اي هي 0 زائد اللاج الموجود بيناتهم 1 زائد البفرنج تايم الموجود هي 3، فباجي بحكي هي بتساوي كان عندي هنا 4، 4 زائد ديوريشن 4، فبطلع عندي الجواب 8 تمام، اللي هو الايرلي فينش. طيب بالنسبه لسي، سي والله بتعتمد على اي، فباجي ايش باخذ؟ باخذ ايرلي ستارت اي مش بي، ركز هون. فبتيجي تاخذ ايرلي ستارت لاي اللي هو 0 زائد اللاج بيناتهم زائد البفرنج تايم اللي هو 4، فباجي بحكي بيساوي 5. طيب وهاي الخمسة بضيف لها من هون 3، فباجي بحكي انها بتساوي طلعت 8 تمام، وهيك طلعت ايرلي ستارت وفينش لا سي. طب بالنسبه لدي، دي بتعتمد على بي، فباجي بحكي ايرلي ستارت بي. وين بي؟ هيها ايرلي ستارت لها 4 طلع، فباجي بحكي 4 زائد اللاج 1 زائد البفرنج تايم لبي هيو او لدي مع بي، يعني هيك معناها ايوه، زائد 2 بطلع عندي 7 هون البفرنج تايم. طيب اما بالنسبه لدي مع السي، فباجي بطلع الايرلي ستارت لها مره اخرى. السي الايرلي ستارت لها كان 5، فباجي بحكي 5 زائد اللاج 1 زائد البفرنج تايم اللي هو هذا اللي طلع بين دي وسي طلع 1، فطلع عندي كمان 7. طبعا هون لو هون انا بالايرلي ستارت اللي طلع من الثنتين معي شو باخذ؟ باخذ الماكسيمم تمام، باجي باخذ الماكسيمم ماشي، باخذ الماكسيمم. دائما اصلا بالايرلي كالكوليشن كنا ناخذ الماكسيمم، وبعدنا انا باخذ الماكسيمم يعني ما فرقت معنا. طبعا هون السبعه والسبعه طلعن زي بعض ايوه، يعني لسوء الحظ او لحسن الحظ عادي يعني. فالمهم هون طلعن زي بعض، فباجي باخذ 7 واحد
عادي. لو طلعت مثلا 7 و6 باجي باخذ 7، لو طلعت مثلا 3 و4 باجي باخذ 4، تمام تمام. فنتفق عليها انه باجي باخذ بالاير دي كالكوليشن دائما، ايوه باجي باخذ القيمه الاكبر والحسابات الاكبر، تمام. بالليت كالكوليشن كنا ناخذ الاصغر، بس هون احنا ما بنحسب ليت، احنا هون شو بنحسب؟ الاير دي كالكوليشن، فدائما ناخذ القيمه الاكبر، تمام. طيب فهي السبعة ضيف لها ديوريشن دي اللي هي 2 بتطلع عندي الاير دي فينيش 9. الان لو بدك تيجي ترسم هذا الحكي بالال اس ام، ايوه طبعا البروجكت ديوريشن طبعا عندي 9، فالبروجكت ديوريشن هي 9، فبالتالي يعني بناء على اخر قيمه من الاير دي فينيش. طيب لو بدنا نيجي هسه نيجي نرسم ال اس ام هون، فبكل بساطه عندي هاي الكوانتيتي وعندي هون التايم. طيب الكوانتيتي طبعا هون ما اعطاني اياها في السؤال، فباجي بفرضها 1. لو اعطاني اياها باجي يعني بحطها وبارسم الكوانتيتي زي ما اعطاني اياها بالسؤال، تمام. طيب هاي 1 بفرضها لهم كلياتهم. اما بالنسبه لاي فهي بتبلش من 0 بتنتهي عند 7، فهي اي. بالنسبه لبي كانت تبلش من عند 4 وانتهت عند 8. طبعا وين انا بجيب هاي القيم؟ بجيبها من هذا الجدول، تمام، هذا الجدول اللي انا عملته. فهي 4 انتهت عند 8، هاي بي. طيب تمام. طيب وبالنسبه لسي بلشت من 5 وانتهت عند 8، شايف سي بلشت من 5 وانتهت عند 8، تمام. طيب تمام حلو، هاي سي بلشت من 5 وانتهت عند 8 يعني مع نهاية بي. واخر شيء دي بلشت من 7 وانتهت عند 9، بلشت من 7 وانتهت عند 9. لاحظ انه ما في اكتيفيتي انتهت قبل الاكتيفيتي اللي بتعتمد عليها. طبعا هون ملاحظة على السريع بالنسبة لسي وبي، سي وبي هذول الثنتين بيعتمدن على اي، تمام. فبالتالي يعني سي ما انتهت قبل اي وبي ما انتهت قبل اي، مش يعني لو اجت مثلا سي معك، ايوه مثلا في الامتحان اجت سي مثلا طلعت من 5 ل 7 مثلا، سي طلعت هون، ايوه مش يعني انه حلك غلط، لا حلك مش غلط. ليش؟ لانه هون سي مرتبطه مع اي، اصلا بتعتمد مع اي، مش ما تنتهي قبل اي، مش ما تنتهي قبل بي، تمام. فهي ملاحظه مهمه يعني، ايوه انه تنتبه كل اكتيفيتي مع ايش هي مربوطه، ماشي تمام. طيب خلصنا المثال الثاني. طب نيجي للاكزامبل الاخير، وهذا الاكزامبل فيه شويه علاقات متنوعه. طيب في عندي اول شيء الاكتيفيتي عندي A B C D، تقريبا نفس المثال السابق، معطيني بريزنتنج اكتيفيتي والعلاقات اللي هي A هنا هنا A هنا B هنا C، والديوريشن 6 4 5 3. طيب هنا الريليشن شيب معطيني بين B و A فينيش تو فينيش زائد 1، بين C و A ستارت تو ستارت زائد 1، بين D و B فينيش تو فينيش ناقص 2، وبين D و C ستارت تو ستارت زائد 1. لاحظ هنا في عندي تنوع بالعلاقات، فبدك تنتبه على اي علاقه انت بتشتغل. اذا بتشتغل علاقه الفينش تو فينش لازم تنتبه بالبفرنج تايم، انه اخذ التايم اللي بعد ناقص التايم اللي قبل. طيب انا اول شيء البفرنج تايم لاي مش موجود. طيب بالنسبه لهون علاقه الفينش تو فينش، البفرنج تايم لها بين اي وبي، مين باخذ؟ باخذ ديوريشن بي ناقص ديوريشن اي، لان العلاقه فينش تو فينش، فبطلع عندي سالب 2 فبصفره مباشره، تمام. طيب بالنسبه لسي واي العلاقه ستارت تو ستارت، فباجي بحكي والله duration A ناقص duration C، duration A اللي قبل ناقص duration C اللي بعد، لأنها العلاقة start to start. فباجي بحكي 6 ناقص 5 بتطلع عندي موجب 1، تمام. فإذا هنا موجب 1 يعني في buffering time. بالنسبة ل D مع B العلاقة كانت finish to finish، فباجي بحكي B باجي بحكي D ناقص ال B، تمام، لانه باجي بحكي ديوريشن اللي بعد ناقص اللي قبل في الفينش تو فينش. فالديوريشن اللي بعد اللي هي عباره عن 3 ناقص 4، فيطلع عندك الجواب سالب 1 واللي هي 0، تمام. اما بالنسبه لدي مع سي فهي ستارت تو ستارت، فباجي بحكي ديوريشن سي ناقص ديوريشن دي، ديوريشن سي اللي هي 5 ناقص 3 تطلع عندي موجب 2، تمام. وهيك انا طلعت البفرنج تايم لهم كلياتهم. بعد ما طلعت البفرنج تايم باجي بروح بطلع الاير دي كالكوليشنز. طبعا لازم انتبه في علاقه الفينش تو فينش، بروح بطلع الاير دي فينش بالاول، وباجي بحكي هو عباره عن اير دي فينش بيفور للاكتيفيتي اللي قبل، زائد اللاج الموجود عندي. طبعا اللاج دائما باخذها باشارتها سواء كانت موجبه او سالبه، زائد البفرنج تايم الموجود عندي. فتعال نيجي نشوف كيف بدنا نيجي نحل هذا الحكي. طيب فهون عندي اير دي ستارت وهون اير دي فينش، وهذا الجدول عملنا جدول ثاني. هون عندنا الديوريشن، هون عندنا الاكتيفيتي، والبفرنج تايم هي موجود 0 0 1 0. طبعا اهم شيء تنتبه للعلاقات، هون العلاقه هيني حاط لك هون عند بي فينش تو فينش، علاقه سي واي ستارت تو ستارت، والعلاقه بين دي وبي كانت فينش تو فينش، وبين دي وسي ستارت تو ستارت، تمام. طيب تمام، فنيجي هون للاكتيفيتي. اول شيء ايه
ايه طبعا بفرنج تايم كان لها صفر، ما لها بفرنج تايم اصلا. ايرلي ستارت لها بكون صفر لان هي اول اكتيفيتي، باجي بجمع لها الديوريشن عندي فبتطلع ستة، هي الايرلي فينش. طيب الان نجي لبي بي، العلاقه تعيد تفينش تو فينش، فباجي بجيب لها مين؟ الايرلي فينش. باجي بقول الايرلي فينش هو عباره عن الايرلي فينش الاكتيفيتي اللي قبليها، مين هو؟ مين هي؟ ستة. تمام، باجي بروح بجيب لها وين الايرلي فينش، مش تروح تبلش بالستارت، لا باجي بلش هون ستة، بحكي طيب ستة زائد اللاج اللي بيناتهم زائد البفرنج تايم، اللاج واحد والبفرنج تايم والله صفر، فقديش تطلع الايرلي فينش؟ تطلع سبعة. طب قديش الايرلي ستارت؟ الايرلي ستارت سبعة ناقص الديوريشن لبي اللي هي طلعت ثلاث. تمام، طيب نيجي لسي، السي علاقتها ستارت وستارت، فمعناته باجي بروح اطلع الايرلي ستارت، الايرلي ستارت بطلعه من مين؟ من اي، فباجي بحكي هي ايرلي ستارت لاي اللي هي صفر زائد اللاج واحد زائد البفرنج تايم اي موجود عندي هو واحد، فطلعت عندي اثنين ايرلي ستارت، بجمع لها الديوريشن اللي هي خمسة تطلع عندي سبعة. تمام، طيب تمام. بالنسبه والله لدي، دي بشوفه مع بي وبشوفه مع سي وباخذ الايرلي كالكوليشن الاكبر. طيب دي مع بي فينش تو فينش، معناته باجي بروح بجيب الايرلي فينش هون. تمام، طب كيف بجيب الايرلي فينش؟ باجي بحكي ايرلي فينش لمين؟ للي قبل اللي هي مين؟ بي. ايرلي فينش لبي كان سبعة زائد اللاج واحد زائد البفرنج تايم مش موجود اللي هو صفر، قديش تطلع؟ تطلع ثمانية. طيب ثمانية بنقص منها ثلاث فبطلع عندي الديوريشن او الايرلي ستارت تطلع عندي خمسة. طيب باجي برضه بحسب الدي مع السي، تمام، عشان اجي اخذ الاكبر. الدي مع السي العلاقه ستارت تو ستارت، فباجي بحكي والله بكل بساطه اني بروح بجيب الايرلي ستارت. الايرلي ستارت شو بتساوي؟ الايرلي ستارت لسي اللي هي كانت اثنين زائد اللاج واحد زائد البفرنج تايم اللي هو عباره عن اثنين طلع معنا، فهذا بيساوي خمسة. تمام، خمسة ضيف عليها الديوريشن ثلاثة تضع ثمانية. طبعا هنا كمان مرة طلعن زي بعض، يعني هنا مش دائما بيطلعن زي بعض، بس يعني المثالين اللي حطيناهن يعني كانن طالعات زي بعض، فبالتالي بتيجي بتاخذ هاي من خمسة لثمانية، بعدين بتيجي ترسم ال LSM. ايوه، بس بالنسبه للكوانتيتي لا تفرضها هون واحد، انا معطيك هون يعني جدول اضافي للكوانتيتي، مثلا A الكوانتيتي لها 100، البي الكوانتيتي لها 90، السي 100، الدي 110. هون غيرنا الكوانتيتي شوي عشان نشوف مثلا كيف الرسمه راح تطلع معنا. مره اخرى بنيجي بنحكي لك والله هون الاي بتبلش من صفر بتنتهي عند ستة. تمام، ايوه بستة، بس مع اي كوانتيتي؟ مع كوانتيتي 100. تمام، انتبه لهذا الجدول، ماشي. طيب بالنسبه للبي مثلا او للبي، بالنسبه للبي البي طبعا بتيجي بتبلش عندك والله هي من هون نرجع، البي كانت تبلش من ثلاث تنتهي عند سبعة. طيب فالبي بتبلش من ثلاث وبتنتهي عند السبعة، فهاي البي هيها مع مع كم؟ مع كوانتيتي 90، فبالتالي هاي البي. ايوه، وبالنسبه لسي كانت تبلش من اثنين وتنتهي عند سبعة مع كوانتيتي 100، فطلعت السي هون. لاحظ السي ترى طلعت قبل البي، تمام، او فوق البي. هذا الكلام مش غلط، ليش؟ لانه السي والبي بيعتمدين على ايه، السي والبي ما في بيناتهم علاقه اصلا. تمام، طيب تمام. فنيجي اخر شيء لدي، دي بتعتمد على بي وسي، يعني دي لازم تطلع تحت البي والسي. تمام، طيب فدي بلشت من خمسة وانتهت عند ثمانية، فعليا هي طلعت تحتيهم، طبعا مع كوانتيتي 110، فباجي بحكي لو رسمتها راح تطلع تحتيهم بهذا الشكل. وهيك انا بكون رسمت ال LSM وخلصنا طريقه ال LSM. اتمنى انك تكون فاهمه وتكون فاهم موضوع ال LSM بشكل كويس، موضوع بسيط وسهل بكل بساطه. طلع البفرنج تايم، بعدين طلع الايرلي كالكوليشن، وانتبه للعلاقات وانت تحسب. تمام، طيب بس في ملاحظه اخيره بحكي لك، شايف المسافه الافقيه؟ المسافه الافقيه بنسميها تايم بفر بين اي كيرفين، والمسافه الراسيه بنسميها ديستنس بفر. تمام، تمام. فيعني هون مثلا لو جيت قلت لك شو هاي المسافه، هاي المسافه بين الخطين هذول تايم بفر. طب شو المسافه الراسيه بيناتهم؟ هاي بنسميها ديستنس بفر. هاي الملاحظه مذكوره بالسلايدات، حبيت اذكرها بشكل سريع. وبس هيك بنكون احنا كملنا LSM. اتمنى يعني يكون الفيديو عجبك، اتمنى الطريقه تكون فهمتها وتكون سهله وبسيطه. والله يعطيكم الف عافيه ودمتم في امان الله.